بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل في أحسن أحوالكم فيديو اليوم راح يكون على الملحفة التقليدية الملحفة الشاوية التقليدية البحتة آه فيديو اللي سبق نظر من هذا قبل على آه الملحفة حطيت يعني مقطع صغير على الملحفة اللي لبست في عرس ولد خالتي حبيت نعتلكم آه أنا فونغو للبنات المهتمين بالملح قلت لكم ما نقدرش نحط لكم ولا والخياطه حتى تافونسي شويه القناه القدام وحتى يطلعوا لي المعطيات ما يغدكمش الحال يا البنات حتى انا القناه هذه راني تعبت عليها بزاف وراني في عامين ونص يا ناس عامين ونص المحتوى تاعي ما هوش يعني ما كانش منه بزاف ما كانش منه بزاف وهذا بشهاده الجميع طبعا جميع اللي يحبوني على بها قلت لكم نستنى شويه نشوف المعطيات لما تطلع لي ونحط لكم في صاله وخيطه الملحفه كاينه الملحفه اللي درتها بالكالون دوغي تلبس مع مصوغات ذهبيه ما يهمش بلاكيور او ذهب حقيقي المهم كل وحده تلبسها مع حاجه في الدوغي هذيك حاجه اخرى أه البنات اللي قالوا لي ما تتلبس الشكيك لا تتلبس هو تقليد جديد اما الملحفه الحقيقيه اللي تتلبس بالفضه اللي كيما هذه البنات راني نعتلك في الملبوسات نتاعي هذه تاني راهي تاعي وواحده ما تسرق لي الموديل راني <applause> نخبر فيكم هذا الموديل تاعي انا اللي اخترعته انا اللي درتو درتو يعني واش يناسبني انا كي نلبس ما نقول على الكالون مانيش نقول على طريقه الفصاله لكن لا فاصون اللي تلبس بها هذه تاعي وخاصه بيا انا انا نلبسها على على زوج قطع نقدر نلبسها هك نقدر نلبسها بقطعه واحده وهذه ما كايناش في اليوتيوب وما ظنيتش دارها واحد من قبل حتى ولو هكا في العراس العاديين ما كانش يلبس الملحفه على قطعتين دونك نعطيكم واش نقصد يا البنات شوفوها من تحت قبل ما نروح نبدل لكم اللبسه تاعها نعت لكم برك الدفره تاعها كيفاه او من تحت كيفاه يعني كاينه اون غوب من تحت كاينه قندوره من تحت وكاينه القطعه الفوقانيه تاع الملح تاع سامحوني البنات راهي هي شويه مشوفنه كانت في لافاليز يعني روحنا البارح في الليل وحبيت ندير عليها الفيديو قبل ما تتخبى ومن بعد ننساها نزيد نعت لكم لا فوق تاعها من الفوق هادو لي مونش كيما الكمام يعني مش دي مونش طويل كمام كمام 3 كار ونفس لا ديكوراسيون دي راهي تقريبا راهي تشبهها. ماهيش بعيده على لي في الملحفه واللي في لاغوب من داخل دوك تقولوا لي واش هي الجديد في الملحفه تاعك وطبعا هذه الملحفه عندها لي زاكسيسوار تاعها كامل راني نحطهم لكم في اول الفيديو أه وحطيت لكم تاني ملحفه بنت خويا الله يبارك جات ما شاء الله حتى خيطت لها الملحفه خيطت لزوج بنات خويا للكبيره واللي والصغيره الصغيره ما لقيتش الصور نتاعها راحوا لي من نعرف لك لقيتها نحطهم لكم وتشوفوا الملحف الملاحف يعني في زوج وجاو يشبهوا العمتهم تحيه ليهم كبيره وربي يعيشهم ويكبرهم في طاعه والديهم لكم يا البنات كيفاش لاغوب تاعي تتبدل او الملحفه تاعي تتبدل فقط نحي لي زيفان كنت حاكمتها من المفروض نحكمها آه بلا الخلالات نتاعها راينا عاد تمكن في اول الفيديو البنات نورمالمون راه مبين حصل الدراع فوالا شفتوا البنات نحي الملحفه تقعد لي هذه لاغوب نعدلها لكم فقط وعندها الحزام نتاعها اللي هو الحزام المحزمه الفضه أه ما نعرف لك راهي لكم مهم بش باش ما نبانش انا برك نشوف لكم حزام برك البنات ونحطو لكم عليه باش تبان اوضح هنا لا حزمة تحزمت البنات تبان اوضح وتبان ابهى تاني تشوفوا الدفيره تاعها هكا البنات انا ربحت زوج لبسات في لبسه واحده يعني نروح بالملحفه ولما يعني نتنصف السهره نحي الملحفه ونقعد غير باللافور موديل حصري وخاص بيا الملحفه على زوج قطاع زدنا نكمل الكم من اللورا شوفوا لافور من اللورا نورمالمون هي واضحه نعم واضحه ان شاء الله تستفادوا من الفيديو البنات وان شاء الله تعجبكم تعجبكم لا غوب نتاع الملح تاع تاعكم قدمتها لكم بزاف هذا واش كان في فيديو نهار اليوم ونقول لكم ان شاء الله تكون الفائده عامه ان شاء الله ما تنساوناش من صالح دعائكم وان شاء الله ديروا لنا اللايك المره هذه وما تنساوناش آه، نقولكم نقول لكم يوم جميل يوم موفق ومع السلامه